زي ما اتكلمنا على شهر رمضان وجمال شهر رمضان وروحانياته، كمان كان شهر رمضان متميز بالنسبه للعيبه الكوره ولبعض الجماهير بالدورات الرمضانيه. معنا تقرير عن دوره رمضانيه مميزه لجريده الوطن في حضور الدكتور محمود مسلم، ده بيتكلم على نهائي البطوله، وحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه. تعالوا نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم مره اخرى. عادة رمضانية جميلة في الوطن من سنين، بتبقى فرصة الناس تتجمع والناس تمارس أهم لعبة في مصر كرة القدم، والختام كمان بيبقى فرصة جميلة لأن كل العائلات بتتجمع وبيبقى في مباراة للأطفال ومباراة للبنات غير النهائي. وفرصة النهاردة كمان مشرفنا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، دايما يعني داعم للرياضة في كل مكان، فالزملاء بيتجمعوا زي ما انت شايفة كده، الأجواء يعني كلها فرحة وكلها بهجة ورياضة كمان. احنا بنفكر جديا ان احنا يبقى في دوري مستمر طول السنة بين أقسام، يعني نفس الفرقة دي تستمر بقى تلعب كل سنة، بحيث يبقى عندنا يوم في الأسبوع الناس بتخرج تمارس الرياضة وتمارس كرة القدم، فإن شاء الله نحاول نرتبها إن شاء الله. الحمد لله، يعني هنقول إيه، نجحنا إن إحنا نحيي إرث مصري أصيل وهو جو رمضان. يعني واحدة من جو رمضان، مفيش حي في مصر ومفيش يعني جيل ما لعبش وما عملش دورة رمضانية في الشارع وعمل نور وعمل، فإحنا الحقيقة كوزارة الشباب والرياضة عملنا نهج إن إحنا نحيي هذا الموضوع من ناحية تراثنا اللي بنحييه في رمضان وإحساس كده للناس إن في دورة رمضانية. الناحية التانية إحنا أو الجانب الآخر طورنا مراكز شباب مصر كلها، فإن إحنا نعمل دورات في مراكز شباب مصر وبصفة خاصة في مركز شباب الجزيرة أو مركز التنمية الشبابية بالجزيرة، ده حاجة مهمة جدا إن إحنا يعني المجتمع يبقى موجود ويحس بمنشآته. كمان الهيئات والمنظمات، ده بيخلي الناس عندها وازع دايما إن هي يبقى ممارسة الرياضة في وقت فراغها. الجانب الآخر ما بعد الإرث إن هو الدور الرياضة في ممارسة أو تمارس في وقت الفراغ، ودورها كمان إن هو هيبقى في تنافسية ويقلع عن التدخين. الجانب الثالث لما يبقى في المؤسسات الوطنية والمؤسسات الإعلامية إن هي اجتماعيا أو جانب الاجتماعي بالأسر موجودين ويلعبوا موجودين في دورة رمضانية، فدي جوانب فيها ارتباط كده. إحنا عملنا يمكن يوم الجمعة ختام للدورات الرمضانية اللي عملناها كوزارة الشباب والرياضة على مستوى مصر 27 محافظة، ومعها كمان مؤسسات المجتمع المدني، ومعها مشروع 1000 بنت 1000 حلم في أيضا مركز شباب الجزيرة، والنهاردة مع الوطن يعني زي ما حضرتك شايفة كده ولاد وبنات وكل واحد جايب الأسر بتاعته، فجو اجتماعي ليه فائدة. يعني النهاردة دورة رمضانية احنا بنعملها كل سنة، الدورة كمان بتبقى ميزتها انها مش بتشمل الصحفيين بس، لا الدورة بتشمل العاملين وولادهم وأسرهم، في ماتشات بتتعمل للأطفال، في ماتشات بتتعمل للأولاد، في ماتشات بتتعمل للبنات، فكل الأسرة بتنبسط معانا في شهر رمضان. النهاردة الجو حلو جدا، وبرضه عايز أشكر السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة دايما معانا، وكابتن هشام حنفي والكباتن الكبار، وكمان إدارة مركز شباب الجزيرة اللي دايما بتقدم لنا خدمات جليلة في دورة الوطن، وهو ده دي الروح اللي أنت شايفاها روزان، الناس بتتلم وعادة من عادات رمضان الدورات الرمضانية. الدكتور أشرف صبحي راجل صاحب أيادة بيضاء على الرياضة المصرية، وانا كنت بطلب منه طلب لمصلحه الايه الممارسه والمشاركه في الالعاب الاخرى، بمعنى ان انا كان عندي تحفظ، احنا كقناه اهلي او اي قناه بتروح تصور على اي صاله بتطلب رقم مادي كبير مقابل التصوير، فانا كنت بكلم الدكتور اشرف صبحي ان لو يتم تخفيض المبلغ المالي اللي بيطلب من القنوات للتصوير في الملاعب دي، نقدر بقى ناخد كل مباريات الطايره والباسكت واليد وناخد كل الاعمار، بدل ما ادفع رقم في مباراه واحده لو ادفعه في 3 4 مباريات على الشاشه يظهر كويس للجماهير، يظهر كويس قاعده الممارسه عند الشباب تشوف الفرق، فبالتالي كلنا بنخدم على المنظومه الرياضيه. انا فرحان جدا جدا بان النهارده الرياضه اختلفت عن زمان،
مفهوم الراجل والست دلوقتي اختلف عن زمان، حتى الاختلاف جه من اولياء الامور نفسهم. يعني اولياء الامور نفسهم بقى عندهم النهارده حافز ودافع ان اولادهم يمارسوا الكوره بشكل كبير، سواء ولد او بنت، او يعني المهم ان يلعبوا رياضه. فانا بقيت فرحان جدا النهارده رياضه كره القدم بدات يعني النساء يلعبوا بيها بشكل كويس، مش على المستويات الكبيره قوي، لكن ان شاء الله هيحصل. انا مبسوط ان بقى في تواجد ليهم بشكل كبير، بتدي برضو طاقه ايجابيه وبتحسسهم ان هم لا هم جزء كبير جدا من المجتمع، فاكيد هم ليهم الحق ان هم يعملوا كل حاجه. حقيقي طبعا الاجواء دي بتفرق كتير جدا مع كل الزملاء. اولا هي نقطة التقاء بين كل الناس اللي ممكن ما بتكونش شايفة بعضها طول فترة الشغل، فده تجمع بتشوفي فيه ناس بقالي كتير ما شفتهمش. وجود النهار طبعا إضافة ليا وشرف كبير جدا، وبشكر طبعا الدكتور محمود مسلم على الدعوة الكريمة، هو الأستاذ إيهاب الخطيب. حقيقي بجد يعني ببقى سعيد في وسط أصحابي، مثلا شيماء، عندك هدى، شفت احمد يحيى، شفت كل الناس اللي موجوده سواء بقى من ورا الكاميرا ومن خارج الكاميرا. هو جمع رياضي هدفه ان احنا نتجمع ونشوف بعض ونتكلم، لان احنا في اوقات الشغل ما بقاش عندنا مساحه ان احنا نتكلم مع بعض وندردش ونطمن على بعض اكتر. فدي فرصه حقيقيه جدا الناس كلها تشوف بعض في خلال الرياضه اللي هي اعظم شيء في الدنيا. دوره الوطن احنا بقى لنا سنين بنعملها، وبيبقى اليوم النهائي يوم ليه خصوصيه، بنيجي معانا الشباب الصغيرين، ولادنا واخواتنا وحبايبنا وكل الناس متجمعه هنا في يوم احنا ما بننساهوش، يعني كلنا بنبقى حريصين نبقى موجودين فيه، وبنقول لزمايلنا ده يوم واحد في السنه لازم كلنا نبقى موجودين. هنا الدوره يعني بتزيل كتير من الضغوط اللي احنا بنبقى عايشين فيها طوال السنه، الموسم طويل، فكلنا بنفرغ طاقتنا وبنفرغ الهم اللي عندنا طول السنه وفي ضغط الشغل بيبقى هنا، حتى بالفرجه وزمايلنا اللي بيلعبوا، اخواتنا الصغيرين اللي بيلعبوا، الشباب الجرناده اللي بيلعب، فاحنا مبسوطين. تجمع سنوي بالنسبه لنا في جريده الوطن مش حاجه بنعملها او حاجه مش متعودين عليها، لا كل سنه بنعمل التجمع ده وحريصين ان احنا نحقق الشعار اللي مشهورين بيه اللي هو الوطن قوته في ناسه. ناسه هنا في الدورة دي ما بيبقوش مجرد الصحفيين أو الموظفين الموجودين في المؤسسة، لا هو تجمع أسري، بنشوف مباراة للأطفال، الواحد بيبقى جاي حتى لو مش هيلعب عارف إن ابنه هيلعب، البنات بيلعبوا، وبنشوف منافسات كويسة، وبنشوف تألق، وبنشوف روح حلوة. أهم حاجة هي الروح الحلوة اللي ما بيننا في الوطن، وبنحاول دايما نحافظ على روح المحبة اللي ما بيننا. طبعا ما فيش أحسن من شهر رمضان إن احنا نكون متجمعين فيه. الدورة الرمضانية بتاعت جريدة الوطن ده بقى تقليد سنوي احنا كل سنة بنعمله، واحنا بس وقفنا السنتين بتاعت الكورونا، لكن بعد كده طبعا تعليمات أستاذ مسلم قال لنا لازم نرجع تاني نعمل الدورة الرمضانية، لأن هي زي ما أنت شايفة كده بيبقى الجو لطيف وبيجمع كل العاملين من جميع الأقسام في الجورنان، مش بس الصحفيين لا والإداريين كمان وجميع كل العاملين، ومش بس العاملين كمان الأسرهم، بنعمل زي ما انتوا شفتوا ماتشات للأولاد، والسنة دي كمان عندنا للأولاد قسمناهم الأعمار، عملنا الأطفال الصغارين خالص لحد 10 سنين ماتش، وعملنا كمان للمراهقين شوية اللي هو لحد سن 16 سنة عملنا لهم ماتش تاني، وكمان بنهتم جدا زي ما انتم شايفين دلوقتي ورايا كرة القدم النسائية، عندنا بنويت لطاف جدا وشاطرين جدا في كرة القدم، حريصين ان احنا كل سنة نعمل لهم الماتش. أجواء رمضانية حلوة، احنا متعودين كل سنة على الأجواء دي. أستاذ محمود مسلم، دكتور محمود مسلم رئيس مجلس الإدارة، معودنا على الأجواء دي سنويا في رمضان، بنعمل دورة رمضانية، ده بخلاف اللي حصل قبليها كان في دورة المتحدة ولعبنا فيها بس ما توفقناش فيها طبعا. فدكتور محمود مسلم عمل لنا الدورة الرمضانية اللي بنعملها كل سنة لجريدة الوطن، وبتتقسم لمجموعات، وبيخلي فيه تآلف وروح ما بين الموظفين تمام خارج الشغل، وده بيخلي الموظفين قريبين من بعض جدا. تقسم طقوس رمضان سنويا ان احنا بنعمل الدوره بتاعه الوطن، دوره كره القدم، وبعدين دايما بيبقى عندنا اليوم النهائي ده او اليوم الاخير الفاينل ده، بيبقى يوم فرحه لان احنا بنتجمع فيه جميع اسر الوطن وابنائهم وبناتهم واولادهم، وبنبدا ان احنا نعمل اجواء لطيفه زي ما انت ما شفتي ماتش الاطفال الصغيرين من سن 4 لسن 10 سنين، وماتش تاني من 12 سنه ل 16 سنه، وماتش للبنات، وبعدين بقى بيبقى الفاينل والسيمي فاينل للناس اللي بداوا لعب، فبتبقى اجواء لطيفه وهايله، وفعلا كل الناس بتنبسط.